حقوق الإنسان في الإسلام وزيف دعاوى أعدائه. فأين دعواهم لحقوق الإنسان؟ أين زعمهم؟ أين زعمهم؟ أين زعمهم أنهم يحافظون على حقوق الإنسان وأن قطع يد السارق وحشية، وهم يبترون أقدام الأطفال والنساء والشيوخ وأيديهم وغير ذلك؟ أين حقوق الأطفال؟ أين حقوق كبار السن؟ أين حقوق النساء؟ أين حقوق الشعب الفلسطيني بأكمله؟ أين الحقوق المزعومة التي ادعوها وكذبوا في ادعائهم؟ وكذبوا في ادعائهم؟ وكذبوا في ادعائهم؟ خطبة للشيخ الفاضل حسين بن علي الشراعي حفظه الله كانت بتاريخ 3 من شهر جمادى الأولى لعام 45 و400 الهجرة، ألقيت في مسجد المصلى في مفرق حبيش، وإليكم المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين عباد الله، لقد خلق الله جل وعلا الإنسان في هذه الحياة وكرمه بما لم يكرم به غيره، وجعل له من الحقوق ما ليس لغيره من المخلوقات، فجعله خليفة في هذه الأرض، كما قال جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وكرم الله جل وعلا الإنسان وفضله على سائر المخلوقات، فقال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فأي تكريم بعد هذا التكريم؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، أي جعل لهم مراكب يركبونها في البر ومراكب في البحر، هيأها الله عز وجل لهم نعمة منه وفضلا وتكريما لهذا المخلوق. حتى الماء الذي لا يستقر على ظهره شيء جعل الله جل وعلا لابن آدم مراكب فيه يركب عليها، تكريما من الله عز وجل له. ورزقناهم من الطيبات، أي أن الله جل وعلا هيأ لابن آدم من الطيبات الشيء الكثير في هذه الدنيا وعلى ظهر هذه الأرض، يأكل منها ويتمتع مما أحل الله عز وجل له. وفضلناهم
على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ففضل الله جل وعلا هذا الإنسان وكرمه على سائر المخلوقات، فضله تفضيلا عظيما، وجعل له ما ليس لغيره، بل جعل الحيوانات والبهائم وغيرها جعلها في منفعة ابن آدم، فأحل له أن يأكل من لحمها، أحل له أن يأكل من لحم بهيمة الأنعام وبعض الحيوانات التي يطيب لحمها، وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى للإنسان ومن تفضيله له. وكم في هذه الحياة من المباحات الطيبات التي أباحها الله جل وعلا للإنسان، وهذا من تكريمه وتفضيله. فالله جل وعلا جعل لابن آدم ما لم يجعله له غير الله سبحانه وتعالى. ولو نظر الإنسان في نصوص الكتاب والسنة وما وهب الله جل وعلا لهذا الإنسان من الهبات وما فضله به من التفضيلات وما أكرمه به، لرأى عناية الله جل وعلا جلية في هذا العبد وفي هذا المخلوق، ولرأى لطفه سبحانه وتعالى بهذا المخلوق شيئا عجيبا. الله لطيف بعباده، فلا يمكن أن يقوم قانون من القوانين أو أي شيء من وضع بني آدم، لا يمكن أن يكفل للإنسان من الحقوق ما كفلته له الشريعة الإسلامية العظيمة التي فيها كل خير. هي شريعة الرحمة، هي شريعة الحكمة، هي شريعة الحقوق. وكل الأديان السماوية جاءت بحفظ الحقوق الكاملة لابن آدم، ففيها حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ الدماء والأعراض وحفظ النسل. كل الشرائع اتفقت على حفظ هذه الأشياء لابن آدم، حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ الأعراض والدماء وحفظ المال وحفظ النفس. والله جل وعلا جعل في كتابه الكريم من النصوص وفي سنة نبينا صلى الله عليه وعليه وسلم من الأدلة ما حافظ بها على هذه الحقوق، أتم الحفاظ. فجاءت النصوص الشرعية التي تكفل لابن آدم حفظ دينه الذي هو أهم الحقوق، وجاءت أيضا النصوص الشرعية بحفظ الأموال ومنع التعدي عليها والاعتراض عليها وأخذها بأي طريقة من الطرق ظلما وعدوانا. ورتب الله جل وعلا على الاعتداء عليها من الحدود ما رتب. وهكذا حفظ النفس، أمر الله جل وعلا بحفظ النفس وعظم نفس ابن آدم أيما تعظيم، حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم بغير حق. وربنا جل وعلا قال في كتابه الكريم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وقال: وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس. كل هذا من حفظ الله جل وعلا لنفس ابن آدم
وتعظيما لهذا الحق العظيم. وهكذا معشر المسلمين عباد الله، حفظ الله جل وعلا، حافظ الله جل وعلا على مال ابن آدم أو على نسله، فنهى عن الزنا وكل ما يؤدي إليه. وهكذا حفظ الله جل وعلا لابن آدم عقله، فنهاه عن تعاطي كل ما يذهب العقل من الخمر والمسكرات والمخدرات وغيرها مما يذهب العقل. كل هذا من تكريم الله جل وعلا لابن آدم وحفظه لحقوق ابن آدم. أفبعد هذا يريد من يريد ويدعي من يدعي أنه يسعى في حفظ حقوق الإنسان والمحافظة عليها من أعداء الإسلام؟ هذا بعيد كل البعد. معشر المسلمين عباد الله، إن ديننا العظيم جاءنا بالحث على كل خير والنهي عن كل شر، ومن ذلك ما سمعتم من حفظه لحقوق الإنسان وتكفل الله جل وعلا بحفظ ذلك. ومن تمام المحافظة عليها أن شرع الله جل وعلا إقامة الحدود، فأمر بقتل القاتل وجلد الزاني إن كان غير محصن أو رجمه إن كان محصنا، وأمر بقطع يد السارق، وأمر بجلد شارب الخمر، وأمر بقتل المرتد عن دينه، وغير ذلك من الحدود التي شرعها الله جل وعلا في هذا الدين الحنيف حفاظا على حقوق ابن آدم. فجعل أعداء الإسلام هذه الحدود وحشية وانتهاكا لحقوق ابن آدم كما يزعمون، وكذبوا في ذلك والله، فإنهم استبدلوا هذه الحدود بقوانين وضعية وضعوها من قبل أنفسهم، فما نجحوا ولا أفلحوا في ذلك، بل ما ازداد الأمر عندهم إلا بلاء وشرا وتفاقما. فحكموا على القاتل بأن يسجن كذا وكذا من السنوات، ثم بعد ذلك يخرج فيقتل أكثر مما قتل في المرة الأولى، وفي زعمهم أنه قد ذهبت نفس فلا تلحق بنفس أخرى حفاظا على بني آدم كما يزعمون، وكذبوا في ذلك. فإن ربنا جل وعلا قال وهو أصدق القائلين: ولكم في القصاص حياة، فالقصاص حياة لا موت، إذا قتل القاتل كان ذلك حفظا للدماء من سفكها وأن يتطاول المتطاولون من هنا أو هناك، فإذا قتل القاتل حسم الأمر وقضي وانتهت المشكلة. أما هذا القانون الذي وضعه أعداء الإسلام فهو بعيد كل البعد عن أن يقوم أو أن يفي بالغرض. وهكذا قطع يد السارق، أمر الله جل وعلا بقطعها فقال: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فقالوا: إن هذه وحشية، وكيف يعيش إنسان بعد ذلك وقد ذهب عضو من أعضائه، فهذا لا يليق. هكذا قالوا وجعلوا للسارق حقا، أما المسروق فلا حق له عندهم، مع أنه ربما أصابه ما أصابه، ربما ذهب عقله حزنا على فقد ماله إذا كان مالا كبيرا ثمينا. ربما بعض الناس يصاب بالجنون أو يصاب بأمراض
شديدة جراء ما أصابه من الصدمة في ذلك، لكن عند أولئك لا حق له. الحق لذلك المجرم السارق الذي اعتدى على مال غيره، أما ذاك المسكين فلا حق له. وهكذا من تعاطى المخدرات أو المسكرات أو غير ذلك من الحدود التي جعل الله عز وجل، التي حرمها الله عز وجل، فلا تقام عندهم الحدود على فاعلها ومرتكبها، زعما منهم أن هذا يتنافى مع حقوق الإنسان، وكذبوا والله، فإنهم جعلوا لأهل الإجرام حقا ولم يجعلوا للمظلومين حقا. فالقاتل عندهم كما يزعمون له حق، لكن المقتول وأسرته ليس لهم حق، والسارق له حق، والمسروق لا حق له، والمظلوم له حق، والظالم لا حق له. وهكذا قس على ذلك كل مجرم فله عندهم حقوق. وهل وضعوا تلك القوانين الوضعية إلا دفاعاً عن جرائمهم الوحشية التي يرتكبونها وهم يدركون ذلك أن هذه القوانين تدفع عنهم وتحامي عنهم؟ فهم أهل إجرام، وهم أهل ظلم، وهم أهل طغيان، وهم أهل عتو، وهم أهل انتهاك لحقوق الإنسان. فإنما وضعوا تلك القوانين تنفيرا للمسلمين عن دينهم أولا، حتى تأثر بعض ضعفاء النفوس وبعض ضعفاء أهل الإسلام بتلك القوانين المزعومة، وصدقوا أعداء الإسلام فيما ادعوا أن في دين الإسلام وحشية، حيث يقتل القاتل وتقطع يد السارق ويرجم الزاني المحصن وغير ذلك. هكذا زعموا وصدقهم ضعفاء أهل الإسلام، ضعفاء النفوس الذين تأثروا بأفكار أعداء الإسلام. يا مسلم، إن دينك دين العزة، إن دينك هو دين الكرامة، إن دينك هو دين الحقوق، حقوق الإنسان وحقوق غير الإنسان، حتى الحيوانات جعل الله عز وجل لها حقوقا، حتى المؤذي منها الذي يقتل. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا قتلت شيئا مؤذيا فأحسن قتلته من الحيوانات، لا تحبسه حتى يموت، بل عجل بقتله حتى لا تؤذيه ولا تضر به في طول تعذيبه. جعل الله جل وعلا حقوقا للبهائم والحيوانات، فكيف بغيرها؟ كيف ببني آدم الذي فضله الله عز وجل وكرمه؟ والله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فما شرع قتل القاتل ورجم الزاني المحصن وقطع يد السارق وجلد شارب الخمر وغير ذلك من الحدود إلا وهو جل وعلا يعلم أن في ذلك المصلحة العظمى، المصلحة العظمى للناس، وحفظ حقوقهم وحرياتهم، وحفظ أديانهم، وحفظ أموالهم وأعراضهم. إن نبينا عليه الصلاة والسلام قام في حجة الوداع في أعظم جمع اجتمع له عليه الصلاة والسلام، قيل كانوا نحو من 120,000، فخطب خطبة بليغة ذكر فيها بحقوق بني آدم، حقوق بعضهم على بعض، وذكر حرماتهم وحرم التعدي عليها وعظم ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، أي يوم النحر، في شهركم هذا، أي شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا، أي في مكة. هكذا
عظم النبي عليه الصلاة والسلام حقوق الإنسان وحرماتها: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أي حقوق بعد هذه؟ أي حقوق بعد هذه الحقوق؟ أي تكريم بعد هذا التكريم؟ مهما زعم أعداء الإسلام أن دين الإسلام فيه وحشية أو فيه إهدار لحقوق الإنسان أو غير ذلك، فهم والله كاذبون كاذبون. فإن دين الإسلام دين الخير، دين الرحمة، دين الحكمة، دين لا يعادله دين. مهما اجتمع الناس وأرادوا أن يضعوا قوانين ليست في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خابوا وخسروا وأضلوا الطريق مهما حاولوا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. معشر المسلمين عباد الله، سمعنا شيئًا مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما جاء به دين الإسلام حول تعظيم حقوق الإنسان وكرامته. فما يتشدق به أعداء الإسلام بعد ذلك وما يدعونه من المحافظة على حقوق الإنسان ووضع القوانين لأجل ذلك كله زعم وادعاء لا حقيقة له، بل إنهم يتشدقون بحقوق الحيوان كما يقولون، وأن للحيوان حقوقاً مهدورة في الإسلام كما يزعمون، وكذبوا في ذلك. فهم إنما يريدون بذلك الطعن في دين الإسلام، ويريدون بذلك استمالة بعض ضعفاء القلوب والنفوس والدين الذين اغتروا بأعداء الإسلام من اليهود والنصارى، والذين يظنون أن أولئك صادقين، أن أولئك صادقون في زعمهم وفي حفاظهم على حقوق الإنسان وعلى حقوق الحيوان وغير ذلك. يا عباد الله، إن أعداء الإسلام مهما ادعوا فإن دعواهم دعاوى زائفة تنكشف عند الحقائق، تنكشف عند المحاقة، عندما يتسلط أعداء الإسلام على المسلمين فيعاملونهم بوحشية وقسوة، عندها يتبين حقيقة الادعاء، يتبين كذب الادعاء الذي ادعوه والزعم الذي زعموه من المحافظة على حقوق الإنسان. عندما قامت الحروب في كوسوفا وفي البوسنة والهرسك، عندما قامت الحروب بين المسلمين والكفار هناك، قتل نحو من 300,000 من أهل الإسلام في السنوات القريبة الماضية، قتل نحو من ذلك، واغتصبت آلاف من نساء المسلمين، وقتل عدد كبير من أطفالهم بوحشية وقسوة لا نظير لها. وها نحن الآن في هذه الأيام، عندما اعتدى اليهود الغاصبون المجرمون على إخواننا في أرض فلسطين، نشاهد ما نشاهد من القسوة والغلظة والشدة والفتك بالمسلمين وأطفالهم ونسائهم وشيوخهم بوحشية، يضربون ويقصفون
بلا هوادة وبلا رحمة ولا يبالون عمن ولا يبالون من أصاب ذلك القصف، أصاب مقاتلين أو أبرياء، لا يفرق عندهم هذا من هذا. المهم أن يكون مسلما يصاب بقصفهم، فهذا هو الذي يريدون، هذا هو مرادهم، وهذا هو مقصودهم. فأين دعواهم لحقوق الإنسان؟ أين زعمهم أنهم يحافظون على حقوق الإنسان وأن قطع يد السارق وحشية، وهم يبترون أقدام الأطفال والنساء والشيوخ وأيديهم وغير ذلك؟ أين حقوق الأطفال؟ أين حقوق كبار السن؟ أين حقوق النساء؟ أين حقوق الشعب الفلسطيني بأكمله؟ أين الحقوق المزعومة التي ادعوها وكذبوا في ادعائهم؟ يا عباد الله، لا يغتر مغتر بأعداء الإسلام من اليهود والنصارى، فإنهم يظهرون ما لا يبطنون، لكن الله عز وجل يكشفهم ولا بد. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قص الله جل وعلا في كتابه علينا من مكر أعداء الإسلام وحربهم على الإسلام وأهله، وبين لنا شدة عداوتهم وكراهتهم للمسلمين بما لا يدع مجالا للشك عند مسلم، عند مسلم عرف حقيقة الإسلام لا يدع عنده مجالا للشك أن هؤلاء هم الأعداء على الحقيقة، وأنهم لا يريدون للإسلام ولا للمسلمين خيرا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الله جل وعلا يقول: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، أي اليهود والنصارى ولا المشركين عبدة الأصنام وغيرهم، أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لا يريدون خيرا لنا من عند الله، فكيف سيجلبون لنا الخير بأنفسهم بزعمهم في حقوق الإنسان أو غيرها مما جاءوا به من أفكارهم العفنة النتنة؟ والله ما أرادوا لنا إلا الشر والبلاء والمكر والكيد. فيا عباد الله، هذه قضية من القضايا التي يدعونها، وهي دعوى حقوق الإنسان. لو صدقوا في ذلك ما رأينا هذا القتل الهمجي وهذه الوحشية التي يفعلونها بأبناء بإخواننا في غزة وفلسطين. والله لو صدقوا فيما ادعوا ما رأينا ذلك، لكنهم كاذبون. هم يحافظون على حقوق أنفسهم، هم يرون لليهودي حقا ليس لآلاف من المسلمين. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر. هذا على مذهبهم، وهذا عندهم. شعب مسلم بأكمله يذهب ولا يذهب عندهم نفر من اليهود، فحقوقهم معظمة عند أنفسهم، وحقوق المسلمين مهدرة لا قيمة لها أبدا. فيا عباد الله، اعرفوا عدوكم واحذروا آراءهم وأفكارهم، وتمسكوا بدينكم على الحقيقة، فإن العزة في التمسك بهذا الدين والبعد عن أفكار أولئك المجرمين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. واعلموا أن دينكم دين الخير، دين الخير والسعادة والكرامة والحقوق وغير ذلك. فكل ما يزعمه أعداء الإسلام من الخير إن كان فعلا خيرا ففي دين الإسلام ما هو أعظم منه، وإن كان شرا فدين الإسلام بريء منه. فالله جل وعلا لإخواننا في فلسطين يتولى أمرهم ويدفع عنهم الشر الذي تكالب به أعداء الإسلام من اليهود والنصارى
وانتهاك حقوقهم الله جل وعلا أشد بأسا وأشد تنكيلا، كما أخبر في كتابه الكريم والله أشد بأسا، أو قال قبل ذلك عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فمهما فعل أولئك ومهما أجرموا ومهما نكلوا بإخواننا، فالله جل وعلا لهم بالمرصاد، لئن خذلهم الناس فرب العرش معهم سيدفع عنهم وسينتقم من أعدائهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين من اليهود والنصارى ومن شايعهم مناصرهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والصليبيين المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم نكس رايتهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا متين. اللهم أنزل بهم بأسك وغضبك وعقابك، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم يا قوي يا متين. اللهم أسقط طائراتهم وأغرق أساطيلهم وأفسد أسلحتهم، واجعل أسلحتهم تدميرا عليهم يا قوي يا متين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين وفي غزة ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم حين قل الناصر وتولى أمرهم يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم واحقن دماءهم وداوي جرحاهم وارحم موتاهم وتولى أمرهم وكن وليهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم عجل لهم بنصر من عندك وفرج عنهم عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد